السلام عليكم. نعم، أي ما زلنا نبيع. مختار الله يعينك الله يسلمك، مرحبا. وبيك سيدي. بالله الحقيقة أنا عندي سونسيز، ديما نسأل فيك عليها ونبعثك، ما نعرفش تكفيني ولا. المهم مرحبا بك. وبيك، هي الحقيقة تكلف الزيت توا، وهذا هي حكاية مشكلة سيجمونات، يعني البوجي قاعد تبل ونبدل بوجي كاك هذيك هي. أي يعني ندرى معناتها شنو تنصحني، ناخذ لها موتور هو بيدو جونيور ولا ناخذ لها متا دي سونسيس، ولا شنو رأيك؟ لا، خذ لها سونسيس نتاعها هي، خذ لها صحيح. سونسيس انه نوفو موديل سيمي انجكسيون، ورجع كرباتير ديكو نتاعك. لا لا رجع، هي كربيراتير هي. اي، ما فما سيمي انجكسيون يسموه نوفو موديل، ايه يسموه نوفو موديل اجدد في العمر واصغر في العمر. انما معناتها ما فيش ما فيش لا بومب اسونس ولا فيها ديكو ولا فيه كرباتير، مش ترجع نتاعك انت. انقص مرض، معناتها تقول انت ها؟ انقص معناتها مشاكل من بعد بقى. لا، هو اصغر في العمر، هو نتاعك انت 205، يعتبر كما 205 نتاعك انت. ايه انما فهمت. ما 106 نوفو موديل ما عملوش فيه كرباتير عادي، عملوا فيه كرباتير سيمي انجكسيون، ونحوا له البومب اسونس ونحوا له الدايكو ولا البوبينه. فهمتك انت معناتها تولي ترجع نتاعك انت، فهمتك بدل الاربع كام وترجع الدايكو والبوبينه. تحب تاخذ نتاع 205 العادي اللي كما هو، نتاع 106 اللي عندك خود كيف كيف، اما ما ننصحكش بالسيجمنتات، بالخاص داخل عليك سيف. لا يعطيك الصحة سي مختار، مزيان، مرحبا بيك. عايشك سيدي. هاي بارتاج وينكم من البلاد، مرحبا بيكم. اول مره عمكم مختار يطلع مباشر، يعني فاس فاس. عم غطاء، مرحبا، السلام عليكم. سلام الله بركاته. السلام عليكم مختار. عليكم السلام الله بركاته. اخويا انا عم نسقسيك مختار، عم تفضل. مختار عندي 207 4 في دي. هاي كل شيء عنها تهز، نسمع صوت تكركيع هكذا. يا ابعث لي فيديو، خلينا نسمع الصوت معاك، خاطر تسمع الصوت انت، انا ما نسمعوش، انا ما لازمني نسمع انا. الخطر درتها في دونج 10 دبل ما في تسالك 40، الصوت هو هذا، دبل في 40 خدمه. انت نسيت الصوت هذا وقت صارلك. كل شيء على الصباح نسمع الصوت هذا ك لا، انت وقت صارلك شريت كربيع. هكذا صلحت حاجه. لا مضطر، عمي مختار. لا هكذا تدير ها؟ الصوت تكربيع، وهذا كي احتكاك. اي، وقتاش صار لك؟ صدفة ولا شريتها هيك ولا صلحت حاجة؟ لا حتى هيك شريتها ايوه ماشي. شريتها هيك، قول لي شريتها هيك. ولهذا انت ومولاها ما قالكش الصوت منين؟ نبهها لك. ما قالنيش. ما لا، ابعث لي فيديو فيه الصوت واضح، خلينا نشوفه، ابعثوا لي على الواتساب وتكلم، قول انا مولى الكهرباء الفلانيه، راهو مولى السياره صحيح. الفلانيه، لان برشا بعثوا لي فيديوهات ساكتين ما نفهم شيء. صحيح تاني مختار. خاطر كي مش عامل الصبي اللي كي تكون تبدا تخدم هكذا. ما انت الصوت كي تسمعه انت مش كيما نسمعه انا، يعطيك الصحة عمي مختار. فهمتني؟ خلاص لازم نسمعه. تو انت تنجم تقول للطبيب راهو راسي يوجع فيا، لازم لا كنا لازم يشوف. بالضبط. صح، يعطيك الصحة عمي هذا مولاها مختار. ممكن صارت له حاجه، ممكن صلح حاجه ما قالكش هو. وخلاب قالوا سقسيت قالوا بالك بالزيت. لا، مش بالك، ما فهمش اسمها بالك في الميكانيك. نخطر الميكانيك درتها واحد في يساوي دونج، اثنين، ما فهمش تجازه هي. درتها في دونج 1000 10 40. اي، انت ركزت على الزيت، ممكن مش زيت هو. بالك ماشي زيت. اي، ممكن مش زيت، ممكن حاجه اخرى، عارف انت. انا فثنية ما تسمعوش في الطريق. خط في الطريق خط.
كان هي كان الصباح هي واقفه اكيد كنت برده، اكيد كنت برده. بلد. تسكت يعني كي يسخن يسكت في الفرنتي ولا ما يسكتش كي يسخن؟ خطرت السكوتي خطرت خطر. ايوه بالضبط هكا. انا فاهمه تقريبا، فهمت 80% من المشكل، انما ابعث لي فيديو باش نفهم الباقي. يعطيك الصحة عمي مختار، يعطيك الصحة. مرحبا بك، يعطيك الصحة عمي مختار. عايش. هاي بارتاج الله شويه ورد يحفظك. شويه. هاي وينكم؟ الله يحفظك عمي. عايش مزيان، مرحبا. شكون بعد؟ معايا، مرحبا بكم الأولاد. فماش ترومبة بوش بارتنر هنا اللي يحب يسألني، يسألني على على الميكانيك فقط، ما يسألنيش على قطع غيار. نقول لكم انت وراني قطعة الكومنتور اللي فيه شراء وبيع، انا ما نجاوبش عليه. هاي مرحبا بكم يا اخوي. عود انك عندي الصباح نجي نخدم فيها. شنو تخدم فيها يا شاكر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منتصر. وكيف تبدأ صعدة توصل ساعة المية بعدين ترجع نورمال؟ ما فهمتش. شكرا بارك الله فيك يا عم مختار. ميجان 2 مازوت باهين، منصوحين بها. تعرف عم مختار ما يحب كل الميجان، انما اذا لقيت حاجه نظيفه، كما هيش حاجه نظيفه الا غلط. والله لا باس، الحمد لله يا ملك، الحمد لله. شو رايك في 306 مازوت؟ هنا قلت لكم يا جماعه، لو اللي يحب يسالني ما يسالنيش لا في شنو رايك، ولا عندك القطعه الفلانيه، ولا عندك الموتور الفلاني. هنا عندك مشكله في كهربتك، انا نحلها لك باذن الله، الباقي ما تسالونيش. مرحبا بكم. اعطيني رقم سمير غاز الغاز مكتوب هنا في الفيديو تقريبا، وقلت عليه في الفيديو بيت ولدي. لحظه خلينا نجدم التليفون. اكستريسيان سمير 54. سجل عندك 54 5 3 2 3 4 3. 54 5 3 2 3 4 3. هذا سمير بتاع الجاز. السلام عليكم عم اختار، عندي ابيو كونتر تور مينيت حابس وما يمشيش. هذا تشوف عليه نتاع الديكونسيك، ولا نشوف عليه الكتريسيان، لان عنده عده اسباب. شوف شنو هو الكابتر اللي مشى معاه، باش الكابتر اللي شغل فيه باش يثبت فيه. عم مختار تنجم تشوف لي اوبر سوينغ كتشوفو شنو نشوف لك فيها. يا واركوي عندي تروا، عندي تروا ثلاثه مشاكل في الهاج دي. قول لي عليهم، قول لي عليهم. عرفش اذا كان فما واحد تو طلع يكلم فيها بالصوت ما طلعتوش، علاش؟ مش معناتها ما خلينا نطلعكم بالصوت ونحكي معك، شنو المشكلة؟ باهي نعم مختار، أنا مازلت كيت أول مرة نخرج مباشرة بالكاميرا، ما نعرفش شنو هو الحالات هذي. فما كانوا يتفاعلوا مع بعضهم المجموعة كلها، ولكن ما عرفتش كيفاش تجي. انا نقرا ميكانيك سيارات الكهرباء. عز ما تعمل، كمل اقرا ودي واخدم صنع. شنو هو شاكر يا محمد؟ جاوبني يا محمد، علاش جاوبك يا محمد يا شاكر؟ مرحبا بكم، مرحبا بكم. ما عرفش شنو كيفاش نعمل باش باش نطلع الأصوات، ما نعرفش كيفاش نعمل.
عم مختار شنو احسن زيت سيزي الزيت من اليوم تعرفوني ديما نصنع ننصح اقل شيء 10 40، اقل منها 45 يكون افضل، 40 يعني سنتيتيك صافي يكون افضل، سنتيتيك يعني 0 40 مش 40 عفوا 0 40. باهي عم مختار، هل السخانه كيف توصل للمياه وقت ما تبدا صاعده ولا نقصرها وبعدين تطيح حاله عاديه اولا؟ اذا كان ما تفوتش المياه وما تحتاجش ما تطلع وما تنزلش تحت 90 عاديه، انما اذا كانت تنزل تحت 90 مش عاديه. وعليكم السلام يا هذا اللي يكتب بالفرنسيه وهو يتكلم بالعربي، راني ما نعرفش نقراها، اكتب لي بالعربي ولا اكتب لي بالفرنسيه صافي. عم اختار عندي بولو اربعه واحد صفر ننزل عليها في اي بيتاس تولي تخض وتشعل تشيك موتور، نجم تكون تروح سيلندر يا كوكي، نجم يكون مثلا تولي تروح سيلندر، نجم يكون عندك خيوط، نجم يكون عندك بوبينه، نجم عندك بومبيسون ضعيفه، فما برشا حاجات يتعملها للمشكله هذه. اما الديكوسيك كما قلت شوي ما قلت شيء في الديكوسيك معناتها بومبيسون ضعيفه. عم اختار هل السخانه كيف توصل للمياه هذيك جاوبته سلام. قولوا ثلاثة مازوت باهي ولا خايب ما تسألنيش، لا باهي ولا خايب أسأل مولاها طلعني نطرح المشكل. والله أنا حبيت نطلعكم، ما أعرفش كيفاش نطلع، أنا ما زلت قلت لكم جديد في العملية، ولهذا إذا كان فما حد يعرفه باش يطلع يقول لي لا أعمل كذا أعمل كذا. هنشوف ترى يقول لي ميزة الضيوف المتعددة غير موجودة، ما نعرفش يعني شو بالضبط، لان اول مره نطلع قلت لك اللايف 15 40 لا 15 40 رد بالك 15 40 هذا نتاع التركسورات مش نتاع السيارات. العفو مرحبا عم مختار، عندي بول اربع سيارات، عندي المروحه تخدم مؤخر عم مختار، بدلت المنو وما عنديش برشا منو، ما عنديش برشا، اش معناتها تخدم مؤخر؟ مش عارف تخدم مؤخر. انزي ما تعدي البيتاس كان بالسيف، رغم ما عنديش برشا ملي شوف الفيتاس عنده حالتين فقط يعني ساهل وما غير ما تخلق روحك. اذا كان هي ساكته هي السياره واقفه والموتور طافي وتعدي بيتاسات عادي معناتها المشكل في اللومبرياج 100%، واذا كان كيما ساكته كيما تخدم معناتها عندك مشكله في الفيتاس على برا كوابل ولا حاجه. ميكان ثلاثة واحد خمسة موتور يفبري ودخان أبيض يخرج من المازوت حي شمه، هذيك إذا كان عندك مشكلة نتاع هي إذا كان هي في الدلفي ممكن عندك رونديل نتاع الانجكتير فما واحدة منهم حاطين لها دوبل تولي كي يولي زوز رونديلات فوق بعضهم يعملوا ديفو هذاك، خد بالك إذا ثبت ونحي بالفيشة بالفيشة شوف وقتاش يسكت الدخان وقتاش يخف الدخان. عم مختار محرك جولف 2 قداش من لتر زيت؟ شوفوا بالنسبه لديما يسالوني قداش ملتر زيت قداش كذا، هذه العمليه سهله الاولاد، انت صب ثلاثه وبعدين زيد نص وكيس بالجوج وبعد زيد نص وكيس بالجوج، يعني من غير ما تقعد تسال بالناس وغيرها، يعني العمليه سهله، صب بشوي بشوي عندك الجوج يحكوا فيك جاء زايد شوي ما يسالش ما تخافش منه، ما تعمل شيء ما تعمل شيء، خاطر فما فما واحده تهز اربعه غير ربع انت والفلتر نتاع الزيت، فما واحده تهز اربعه فما واحده تهز ثلاثه ونص انت وال نوعية. باهي. أنا مختار أنا من الجزائر عندي ميكان 2 حاب أرجعها واحد فاصل نجيك تساعدني. لا ما نصحك ما ننصحكش خلي لها موتورها يا أمير. رد بالك تعملها مع فاصلة 1.9 هذه. رد بالك تولي لك راي تولي لك خردة خردة وترميها في الفيراي. رد بالك خلي لها متاعها دي ممتاز. إيجا مرحبا بيك. ناجحين شكون ان شاء الله ربي ينجحنا. عم مختار السلام، عندي سيات ابيزا ضيع الماء من البيبات، بدلتها مرتين والماء مازال يخرج من نفس المكان، اذا كان ما بين الكلاس والبيبات معناتها عندك الكلاس ما فيها سوس ولا حاجه، ثبت منين؟ خاطر مش معقوله تغير البيبات مرتين، علاش تغير فيها مرتين؟ ما هو مره برك يكفي وتثبت المشكل منين؟ مش فلاح هكاك غير غير وكاو. عاشك عم مختار يبارك يبارك في عمرك يرحم والديك يا كوكي، معناش مزيان. عم مختار عندي بي ام 34 سي سيلندر ضعيفه برشا. عم مختار هذيك البي ام انا كسبت منهم اربعه ثلاثه استغفر الله ثلاثه اي 34 وواحده اي 39 واثنين اي 28
شوف البي ام بالذات انا بيدي راني هبلتني ال 34 ما هي مشكلتها راهي في البومب ايسونس وما تقبل الا بومب ايسونس دوريجين. عندنا في تونس بومب ايسونس تاعها تعمل تقريبا 3 ملايين، راهي اي بومب ايسونس تحطها لها ما تمشيش معاها. راني انا عايش مشيت حتى ليبيا وشريتها من الفرع وركبتها شيء ما ركحت، كان كي شريتها جديده وقتها من ليبيا من دار البي ام، وقتها واحد يبيع في البي ام في ليبيا وقتها، الوقت هذاك في عاش في 2006 2007 شريتها ب 400 جنيه تقريبا حاجه كيما هكاك في الوقت هذاك. ولهذا ما ننصحكش ما البي ام الاي 30 السي سلندر بالذات، كل السي سلندر راهو يعتمد على البون فيسونس 100% على مناخه البنزينه. انا هذيك عانيت منهم، نجيك تعود لي محرك يا كرنز ثلاثة وهل تصلح الريفيزيون؟ لا لا، اولا انا ما نصلحش، يا ما نعملش الريفيزيون لا نصلح، ثانيا رد بالك، رد بالك تعمل العملية هذه، رد بالك تصلح، رد بالك تصلح. سلام عندي بيان مازوت تخرج في ريحة خايبة، ممكن عندك دخان، من عندك حالة عندك دخان تشوفها منيش، تعمل الديموسيك والا تشوف اذا كان هي عادية تشوف البومبيست. بربي عندي بارتنر امبوانا بدلت الكروا والتوندرات الزود، وما زال عندي تقربيع في التوندر، تقربيع في التوندر. اذا كان ما تشريش التوندر دوريجين من الدار وتقربيع ما تنحلكش، لازم تشري دوريجين من الدار والا من الفراي، لازم تشري توندر دوريجين، ما كانش تقعد لك تقرقير هذيك، تقرقير هذيك تقعد لك. باهي، مختار عندي جولف 7 الصباح كي نخدم، باهي عندي المروحه ما تطفاش. حتى والمحرك بارد لما نحي فيشه نتاع المانو كليماتيزر تحبس، ينجم يكون عندك المانو نتاع كليماتيزر ما لازم هذيك لازم تثبت فيها، والا الغاز فما مشكله في هذاك المانو هذاك يعمل لك الحساس نتاع اللي في الشعب هذاك يعملها، رد بالك عملها هذاك. عندي ارزناف انرجي سخانه تطلع في الطريق في نص النهار، سكون نورمال ولا؟ شوف نعطيكم فكرة على السخانة بصفة عامة يا الأولاد، السخانة أي سخانة كانت موجودة في المحرك لازمها ديما تكون ستابل، لازمها تكون ديما في مكان واحد ما تتغيرش، إذا كانت تتغير تزيد ولا تنقص راه مش باهي، لازم تكون ترمستها راكبة ولا تطلع ولا تنزل، تطلع شوية شعرة في الغسرة ولا في السخانة وتقعد غادي. عندي لوغان تشعل تشيك وموتور يرعش برشا، ممكن لي داوت كابتور يرجعوها تحرق 50 سلندر. مش سؤال مش واضح يا ماريو، زيد عاود لي شنو بالضبط هالجي بيجو ايش رايك فيها؟ ما نعرفهاش ديما نقول لكم ما تسالنيش على حاجه ايش رايك فيها، اسالني على ديفو عندك كرامتك سيارتك فقط، راي ديما اسمع راي صاحب السياره مش بيعها لك، لان حتى واحد ما يقول لك على رايها يكذب عليك، راه هو اللي يعرفها تاكل زيت تاكل ماء، اما رايك فيها هذه راي ما ننصحكمش بها، تسال حد عليها، اسال صاحب السياره مش يبيع لك فقط. السلام عليكم عمي مختار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لاباس، مرحبا بك، الله يسلمك. قلت لك عندي الفونتيراتير ما تطفاش، حتى المحرك بارد يعني تنوض لما نوض الكليمة تنوض الفونتيراتير دوزيام فيتاس، لما نطفي الكليمة تلقى دور بريمير فيتاس ما تطفاش، حتى نحي الفيشة تاع المان وتاع الغاز تاع الكليماتيزير نحي الفيشة تطفى ولا اها ايه، هذا كان هذا كان من المانو بيدو هذاك تاعك، قال او الغاز ناقص او حاجه لا الغاز هذيك، اذا كان اذا كان تبع كيما الدار معناتها المشكله نتاعك كيما الدار مش مشكله الغاز فيها ممتاز يعني، بدلت المانو حطيت لها واحد جديد، الكومبريسير ما يقلعش، الكومبريسير تاع الكليماتيزير يعني المشكل في المانو جديد يعني. المشكله وين المشكله هذيك؟ هو راهو الكليماتيزير مربوط ببعضه، ينجم تكون حتى الفلتر مسخ مسكر، الفلتر عرفتوا كالدبوزه هذيك كالقرعه البيضه الكبيره. اه
هذيك نجم يكون، ونجم يكون الزيت نتاعك كيما خاطر الغاز معاه زيت، نجم يكون الزيت ما فيه شيء او ناقص، يولي يسخن الموتور يسكت، يولي المروحه تخدم كانها سخانه في الموتور. عنده عده اسباب راه، لازم تشوف واحد مختص بصح يكون عنده اللي يعمل الفيد. الكليماتيزير تبرد عادي يعني؟ لا لا بدل الكليماتيزير يبرد غصبا عنه، لكن مش مرتاح. كيما واحد باش تطلب منه خدمه ما نجمهاش، لكن بالسيف عليه لان باش يسمع كلامك انت باش يخدم الخدمه هذيك. هكا قال كيما تزال، لازم تشوف واحد مختص عنده الماكينه اللي تعمل فيد، وتعاود تصب الزيت، وتعاود تصب الغاز. عرفتوا؟ عملتها يعني؟ ها عند واحد مختص، عند مختص، مختص في الغاز. شنو شنو رايك مختص ايش قال لك؟ ناحيه ناحيه الغاز اما ما لا 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 اعطيني راي المختص شنو المشكل مناش قال لك المشكل. قال لي احتمال المانو، قال لي بدل المانو، قال لي ما باش هل قلت لي بدلت المانو؟ بدلت واحد جديد يا يعني، قلت بالك المشكل فيه يعني الكومبريسير ما يقلعش اصلا بالمانو الجديد، لما رجعت المانو القديم يقلع. وجديد ما اخذت ادابتابل مش دوريجين. ممكن ماهوش دوريجين. ها هكا برا خذ من خذ واحد من الكاس، شفت كاس واحد من الكاس. جيستومون دروك نشوف لاكاس. وعندي ثاني عندي اختار عندي يدرك فيك، عندي لقيت عندي محرك 307 2 لتر 110. ما نسمعش فيك بكذا، علي صوتك شوي. قرب التليفون. 2 لتر محرك 110 2 لتر اتش دي 307. ما نسمعش فيك بكذا، ماشي الصوت عندك ضعيف. قلت لك محرك اتش دي 307. سمعت كلمه محرك 307، الباقي ما سمعتوش. 2 لتر 110 محرك 110 فيه؟ اه 2 لتر. عندي جهه كيما راه بين الباطه والمحرك المانو تاع المشاريير فيه، عندي زوج فيشات، واحده صفراء وواحده جري. هذيك الجري لقيت الخيط مقطوع فيها، فيها زوج خيطان كحل الفيشه الجري. والله ما نسمع فيك انت، قرب فمك للتليفون، قرب فمك للتليفون وتكلم على صوتك. تسمع فيا هاك؟ اي توا برك شوي. قلت لك لقيت الفيشه جري الخيطان مقطعين فيها. اي ما ركبهم، عاود ركبهم مش بيهم، ما عرفتش وين يركبوا. ما عندك زوج خيوط منحين من الفيشه ولا منين منحين؟ ماشي من الفيشه، من اخر الفيشه يعني، من الفيشه والبرا. هذاك هذاك لازمك تشوف الالكتريسيان مختص وين واصلين هم، في خاطر ظاهرين اللي يركبوا في البوت فيزيبل او حاجه كيما هكا، الله اعلم مش عارف وين، اما لازمك تشوف واحد مختص يتبعهم. ما عرفش المختص، قال لي ما حكمتهاش، قال لي شوف اي واحد يكون عنده اساس تاع لاسون اختها، اختها على الاقل وشوف عليها. الكتريسيا قال لي تاع لا سوند تاع الفيتر ابارتيكيل هذيك، اما كي تبعت لا سوند اللي كيتها تاع المشاريع ولا تاع لا سوند بحذا بحذا المشاريع يعني، الفيشه تاع المانو تاع المشاريع راكبه ونيش على المشاريع يشعل عادي هي بحذاها يعني. وصو ما عندك شيء تشيك في التابلو؟ ما عندك شيء؟ ما عنديش، عندي مشكل كي نفوت التورمينيت ترونت تشعل لي تشيك. ممكن هذاك هي ما لازم تتبع الديفو منين، هي خيطها هي غادي ناكوردو. ها ماي مرحبا بك، الله يبارك فيك. وعندي بدلت بدلت لاباك تاع الاولاد. يستنوا خلي خلي غيرك شويه وبعد ارجع كان تهب الصحه من مختار. شكرا بارك الله فيك. كرز عام 2000 مزود نسمع زريت كيف خدمها الصباح، قالوا لي كروا الترناتير صحيح، هاي تعملها كروا الترناتير صحيح. شوف قبل ما تخدمها الصباح كان عندك تالك، عرفتوا التالك اللي يعملوه للصغير باش ما يتحركش، صب عملها شويه تالك في بلاصه البولي في الجرح نتاع البولي هكا جروح هذيك، انت عملها شويه تالك شوفها تسكت ولا لا، ولا صب عليها الماء. هو التالك خير باش تربح ما عادش ترجع، ولا صب عليها الماء كان سكت معناتها كروه. عم اختار شنو الفرق بين الهاش دي وبين الاو هاش دي. الهاش دي هو الاولاني اللي صنعوه، صنعوه دوب الاربع كام في الكلاس الفوق، تلقى الاربع كام فيه زوز، تلقى الكلاس فيه زوز اربع كامات. في الاو هاش دي نحو زوز اربع كامات وحطوا اربع كام واحد في الوسط، هذاك الفرق بالنسبه. وبعد اللي زادوه في القوه ولا 112، كان 110 ولا 112 ولا اقوى، ونجح خير من دوب الاربع كام تاعهم.
كابل واتر اسمه عم مختار عندي لحظه خلينا نشوف هذا عندي اوبر سوينج ثلاثه سلندر كي نخدم وهي بارده تعمل شرنينه نتاع خمسه ثواني وتتنحى زعما شنو شنو زيت تصب فيه كانك تصب في زيت رزين هذا كمشان طوندير نتاعها صب لها زيت 10 40 او 45 مجرب كان نقص ما كانش هذيك تحل وتبدلها الشان وطوندير ما تقلقش يا راجل حتى كان تقعد ما يهمش تعمل شيء مش مشكله عم مختار على السلامه نسلمك مرحبا لاباس عليك يا ربي لك الحمد الحمد لله وينك يعيشك يرحم والدي نجم نسالك حاجه اي تفضل ماش قاعد نعمل عم مختار نمشي راهو ربي يبارك فيك عندي كهرباء اوتوماتيك بيجو 308 غازوال اليوم شيت بال الخدمه كي جيت مروح خدمتها حبيت نحط افون ما لا حبت تتقدم ولا حبت تتوخر وحطت لي بواد فيتيس ديفايونت لكن ما عملت ليش فاليزه ما عملت لهش ديجنوستيك بالكل لازم تعمل ديجنوستيك يا ما اخذ انت كي وقفتها لبس عليها وقفتها لبس عليها وخرجت بها لبس عليها ما انت عندك حاجه صارت فما كابتير وقف مع الشيخ يخدم عموما انا الاوتوماتيك ما عنديش عليها خبره كبيره اي لكن حسب يعني ما نفهم يعني عندك يا اما كابتير وقف مع الشيخ يخدم لازم يكون يا اما فما لازم بالباليز نجم تطلع المشكله نتاعها باهي ربي يبارك لك يعيشك مرحبا بك يعطيك الصحة عايش أي وين بارتاج شوية ورد شوية قلوب الأولاد وين لا ورد لا قلوب رسول الله هكاك عمكم مختار كابل فوتاز فوتاز تقطع اش بيه كان تقطع بوتاز تبدلوا يتبدل طبعا إن مرسيدس كلاسي بوات أوتو ال دي مار إي دي كي نون باس لا مارش أفون ال بريس يعني تقصد يعني وقت تحط فيتاس يا فتحي ما يدخلش ولا شنو هو بالضبط البروت يعني ما فهمت البروت ما فهمتوش يعني البروت معناتها عم اختار عندي مرسيدس نحين لها المرشري نحين لها المبرياج نتاع المروحه كيف نمشي بشويه تسخن ساعات نلقى ريف ما ما عرفش نحلها لما رجعت المرة ما كيفاش تخدم تخدم طول ولا تخدم كيفاش ولا تخدم عرض ولا كيفاش تخدم معناتها تخدم برشا معنا خاطر لازم لازم فيها كل المرة نتاعها ولا عاملها فيكس كان عاملها فيكس برد اكثر تولي مش تولي برد اقل قالوا متماكن التو مرحبا بكم ها مختار اش قولك في سوزوكي سويفت كوتي ميكانيك ما نعرفهاش يعني ايهاب راني قلت لكم ما تسالونيش قولك لا تسالنيش قولك ولا اسال ديما بالنسبه راه رد بالكم اي واحد باش يشري سياره راه يكذب عليك حتى واحد ما يعرفها الا مولاه اللي باش يبيعها لك كانك عندك فيه ثقه وارتحت له اشري ما عندك فيه ثقه سيبعك منه ها مختار عندي دي ماكس كيف نجي نخدم مره الاولى ما تخدمش مره ثانيه باش ديماري قالوا لي راس ترومبا ينجم يعملها راس ترومبا وينجم يعملها الهواء لكن وقتاش بارده ولا سخونه طب تروح بارده ولا سخونه تعمل المشكله هذه فما فرق انا مختار عندي دي معي به انا مختار ايش قولك في لا كيف قلت لك ما تقوليش ما تقوليش قولك باهي هذوما اللي كتبتهم كتبتهم اللي بالواحدة من نجم نقراها ريجيم فرونتي عم مش ثابت السلام عليكم روبت في الديمارال عامل بالاكسيلاتير باش ديمار تي دي سي فرونتي ما فهم السؤال مش واضح باردة ولا سخونة عصام من السلام عليكم مرحبا تفضل عايشك لا ما عنديش كهرباء ديجا ديما نتبع فيك نحب نجي نحفظ من عندك ونتعلم يعجبني المحتوى نتاعك مرحبا بك هو اللي معانا تفضل مرحبا بك الجراج ما عنديش جراج يا عصام عندي محل نبيع المحركات فقط نركب ونبيع المحركات السلام عليكم عم مختار عندي اوبال كورسا ايسونس تسخن موتور ايكوتيك نحل كلاس شكرا لا شوف علاش تسخن يا اخي تحل كلاس طول هي يا اخي مش فلاح يحل كلاس ولا حل لازم تفهم علاش
على تسخن، فما نقص ماء، فما كونفلاج في الديريتات، خاطر مشكلتهم ما ينجحوش في التصليح راه في الحالات هذه، بالاخص في الصيف توا. هي مختار عندي في ذلك تيرمي كان بيري خاسر فات عليك هذا العطب من فضل. اي عندي هنا فيديو عليه، ما كان دي سي ولا عندي فيديو عليه هنا، اذا كانت البدال تواليت معش جو. ها مختار عندي جولف 6 في تاس وهي تخدم يتعدى بالسيف. هذا كابلاتو، هذا كابلاتو يا رامي، هذا كابلاتو لومبرياج. وقت وقت سكت هاي ولي يتعدى عادي، هذا كابلاتو لومبرياج يا رامي. ها مختار عندي باهي، اللهم محمد صلى الله. شكون وين باهي؟ استغفر الله العظيم. اكتبوا لي بالعربي الاولاد، اكتبوا لي بالعربي الاغلبي. البلاتو لازم نبدل معاه ديسك طبعا، مش بدل الكيت كامل، تحل مرتين، تحل مرتين، خاطر لازم تبدل الكيت كامل. سلام على مختار. لان ما شاء الله علاش موتور دي 105 يسخن في ساعه؟ ما فماش يسخن في ساعه ويصفى، يسخن ما في ساعه شيء، يسخن يسخن هكا عادي. عم مختار عندي بولو ثلاثة بنزين، كيف نخدم المكيف رجيم موتور يولي مش طبعا ما هو يرزان الموتور، المكيف يرزان الموتور باش يولي يخدم ينقص في الدوران نتاعو. الأسعار والأمور هذه لا. سلام عم مختار معك سكانات من مرحبا بك. كيفاش نخلط جي تراس؟ تخلطوا بالماء اللي هو تشري ماء اكل اللي اسمه اللي هو خالي من الاملاح، تلقاه اللي يبيع الجي 3 تلقاه عنده يبيع الماء معاه، نقول اعطيني ماء يعطيك الماء. انا مختار عندي هربين نوضها تسكت وحدها، لازم تكون عارف المشكل منين. هذيك الحاجات هذيك لازم تكون على عين المكان، مش هكاك، مش انا مختار عندي موتور الزناف ياكل في الزيت نسبة في 10، نصب في 10 40. كيف تسخن معاش تحب تخدم والكلاس ممسوح مرة، هذاك كي تسخن كي يسخن الموتور يفشل، من كي يبدا البريسيون اضعاف المازوت بخص في المازوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم اختار عندي هربين نوضها تسكت وحدها، ما بدك تشوف هذيك سيل بلاس هذيك تسكت وحدها وغيرها، هذيك سيل بلاس هذيك الاغلبية ترومبت ليسونس، فهذه الحاجة دي ما تنجمش تجاوب عليها من بعيد. حرك بيس بيكس مليح شوية، ما نعرفش، ما قلت لكم الحاجات هذه راهي سؤالات فارغة. المحرك مليح، السيارة مليحة، راهي في وقتها مليحة، في أي وقت في أيامها هي جديدة مليحة. أما تو تسأل على محرك بيكس عمره 25 سنة مليح ولا لا؟ عم اختار لشان كليبرور كون ما تطيحش، ما فهمش كليبرور. بلاي عندي يقول في 6 كي نبدا الكهرباء تمشي بسوي كليماتيزر يمشي كي تسخن يقص. يعني هذا كان اذا كان الكليماتيزر عندك مشكله في الغاز ولا الواحد نتاعو، كتبت مع واحد مختص سبيسياليست، خاطر علاش اذا كان يرزن عليها الكهرباء تولي معش تيري، ولي عنده دوران المكيف يقلق الموتور. باهي ريجيم عندنا بلاي صعوبة بالديمارات، عم مختار بربي وبي كورس ثلاث سنين، بس الله أعلم أسهل اللي بيشتريهم من عنده جزيعة روس ترامفل في الزيت. شوف الزيت شنو قاعد تصب لها فيه الموتور هكذاش ماشي، برشا حاجات راهو مربوطة ببعضها. هذايا روك اكتب بالعربي ولا اكتب بال عم مختار عندي 307 دي درتها ما نعرفش. سلام عم مختار عندي براوي متاع بوات فيتاس ما لقيتوش، فما في تونس شكون يطلعهم؟ شنو هو براوي بوات متاع فيتاس؟ لازم تشوف الرقم نتاعو وتسأل عليه موجود ولا لا، بالرقم مش تطليع، فماش تطليع براوي فيتاس.
هتروس 10 شفو ترجع في المازوت، ترجع في المازوت منين؟ بدلت لها الفلتر شيء زي ما من ترمبة، اش معناتها ترجع في المازوت يا أشرف؟ وين ترجع فيه المازوت؟ ترجع فيه في الريزرفوار، معناتها عندك كلابيون تيريتور فاسدة، بريسيون ما فيهاش حل يا مختار، بريسيون بتاع الموتور ما فيهاش حل، لا ما فيهاش حل، حل كان تبديل الموتور. بالخص في المازوت، في الليسانس ما تقلقش البريسيون، ولو أربعة فيها بيتاس الأول ما يتعداش، كان كي نعدي البيتاس الثاني ونطلع ديريكت وقتها يتعدى. هي تخدم ولا ساكتة كيف كيف ولا لا؟ زوج ثبت لي البريسيون ما فيهاش حل، ما فيهاش لا، مناش الموتور المبرياج يضرب، الماتور ديال المبرياج يضرب، ما عندوش أسباب، كان لا نوعية، كان نوعية لا. يعني إذا كان أنا نوعية مش باهية طرب نشان صغيرة تاع الموتور لازم تطيح قد قد. والله ما فهمتكش يا ديكس، ها مختار علاش الفونو في دورت ولا فيراج كتنحي يديك ما يرجعش، هذاك نجم يكون اسمه التوك بتاع الامورتيسور مش باهين، توك اللي فوق الامورتيسور هذوك ما يخلوش الفولون يرجع، ولا الكريمير شايحه، فما حاجه ثبت فيها. عم مختار بصفه عامه الكراهب الصغار كتشوفوه يمشي معاهم مازوت اكثر ولا لا؟ لا، ان الكراهب الصغار من ننصح يكون ليسونس خير، مازوت معها ليسونس وغاز، بريسيون ما فيهاش حل، ما فيهاش حل، بولو اربعه فما بيتاس الاول ما يتعداش، كان كي نعدي بيتاس الثاني. جاوبتك باهي. عم مختار عندي جولف ثلاثة فيها فرشات نتاع البواط فيتاس تلعب، والفيتاس بريمير يتعد ما يتعداش ويطيح لي الزيت من البواط. هذه عندك فيها مشاكل كبيرة البواط، لازم تشوف ميكانيسيان على عين المكان، مش عم مختار من بعيد بيشوف هذاك، ما نجمش. لا قد السعر؟ لا سعر الأسعار ما نزاوبش عليهم. اختار عندي كويب نفوت كاتريان ونطلع منظور يزيد الحس تاعو. شنو القويب؟ ما فهمش. هي تخدم سنة مع مختار. عندي جولف أربعة أونسي ليسونس، ساعات تنقص ماء وساعات تنقص، ساعات ما تنقصش يعني. لا لازم تثبت الفويت منين، يا اما فويت يا اما كلاس يا اما جوان، عندك فويت ما تثبت فيه منين. عندي دي ماكس دي ماري باردة ولا سخونة؟ دي ماري كان على ضربة ثانية تسيت الانجكتريات مريقلين، قالوا لي راس الترومبة، ينجم يكون راس الترومبة، ينجم يكون راس الترومبة. جربها انت الصباح بالفشفشة، عملها قبل ما قبل ما تخدمها في اي وقت، ضرب عملها ضربة في ديتوكس في كل كتير، كان خدمة كارديتور معناتها الترومبة ضعيفة ضغط، يعني كي خليها تخدم حسها مش تسكت. والله لو ديت لو انت المشكله وين، انا خاطر تسالني باقي السؤال، انا باقي الاول السؤال نسيته. سلام عم مختار، عندي سونسيس سدون، كيف باش نبدل السومال بلوك تلانين على القربيه؟ لازم نطيح ترارير كامل طبعا. لا هم لازم ترارير كامل تخدم مش سيلان بلوك، فما كان مش بدل سيلان بلوك هذاك شيء، تلقى ساعات الرولمون تاع الترارير هما اللي ميتين. كيفاش تحمي بواتو تو؟ ما فيهاش حماية، حماية هو الاستعمال تاع انسان عاقل تاع العقلاء، هكاك باش تحمي البواتو تو، اي سي اي شيء تاع انسان عاقل هكا الحماية. اما كيفاش تحميها ما عندكش كيفاش تحميها، الصيانة في وقتها والاستعمال اللي هو متاع انسان عاقل. عم اختار عندي كليو اثنين في فرنسا فيها الهواء في المازوت دي سي، معناتها هذه دي سي هو في المازوط يعملوا انجكتيرات، ما تنفعش تعمل حتى كلابيو، لو تعملها كلابيو انتريتور ما تعملش معها، لازم تشوف المشكله عندك الفويت منين، يا اما الفويت بتاع المازوط والا الانجكتيرات، هما الاثنين يعملوا الهواء في في الدي سي. كيفاش تحمي باتو؟ سي مختار عندي كين قريب نفوت الكاتريان ونطلع موتور يزيد حس نتاعو، لازم برشا اسباب خاطر انا ما نجاوبك على حاجه ما سمعتهاش. عليكم السلام، مرحبا بكم.
مختار، وين هذا؟ تحياتي يا اخي العزيز، مرحبا بك هشام. سي مختار عندي كي نفوت كادريا مطلع جاوبته تغط، يعني كي نخليها تخدم حسها مش تسكت. نحكي على سيزي، انا سيزي عادي الناس بتزيدها شوي في الرونتي. اسمعني، امشي للبومبيست تو شوف لك المشكله هذيك، يكون افضل. ممكن يكون عندك الستارتر نتاع نتاع اكسلاتير، شو اسمه الفرشه نتاع اكسلاتير طايحه، لازم تعملها هذيك في الديمارج برا للبومبيس. تقول له يلقى لك اكسلاتير، يلقى لك الرونتي تو ممكن يتلقى للديمارج. الاسعار ماني قلت لكم، لا الاسعار ما عنديش. كيفاش نحسن نحمي البوت سي جو سي وقت عندي كي نفوت سي براويل نتاع بريز ديريكت بوات فيتاس مازدا 330 ما فماش في تونس، ما فماش نوع كيفه في كراهب اخرين. تمشي اذا كان كده في تونس العاصمه، تمشي لبودرون اللي هو في شارع كارتاج، تو يعطيك المشابه لها، اطول يعني شو اسمه اكبر شعره اقل شعره، يعني اللي فيه امكانيه يركب. اما انا ما بتعمل حد شيء، تغط تلاقي لك يعني كي نحط نخليها تخدم هسه. اي انا قلت لك برا البومبيست عدل لك المشكله، لكن سهل. ونجم يكون ديمارج منها يا اشرف، المشكله لكن يكون ديمارج منها. اي وين فما لا بارتاج لا قلوب لا ورد. عم اختار بالتو سلندر بسخان الموتور يغط ويسكت، وتشعل تشيك مع بعد درج ترجع عاديه. لان البومبيسونس ضعيفه عندك، البومبيسونس ضعيفه هذيك، هنزيد اعمل ديجنوستيك. اذا كان ما لقيت شيء معناتها بدل البومبيسونس كامله بالكركاس نتاعها مش موتور برك. عليها الاسعار ما تجاوبش، يعني انا خاطر ما عنديش فكره على الاسعار، وما وحتى تجاوب مش تجاوب. تقول له بالله هيك الموتور، يقول لك تقول له رب مليون مثلا، يقول لك باهي قديش ماشي، وما عادش يبطل، ما عادش يبطل من السؤالات. مش كل تقول له سوم يسكت، لا ما عادش يبطل. وزيد انا ما عنديش فكره على الاسواق، المحل هو اللي عنده السوم، هو عنده الكراسه، انا ما عنديش الاسواق في مخي. سي مختار عندي كي قريب نفوت كذا سيارة اللي تطلع منها، كيفاش نحمي كذا؟ ابو جمعه مرحبا بك يا ابو جمعه. نعم مختار عندي اوبل 3 سلندر سخانه الموتور يغط يسكت تشل تشيك باهي. السعر من ما عنديش، لا الاسعار ما عنديش بكل، لا تقريبا ولا مش تقريبا، غط وتتلك لك عيني. خليها يكون في السي جي. عم مختار عندي اوبل كيف كيف، هو نفسه قاعدين الجماعه كلهم. عم مختار عندي نيلة محمد صلاح. شكرا شكرا يا جماعة. باي اوبل انسينيا تي دي سي، اش بيها اوبل انسينيا تي دي سي؟ واش نقدر نركب لها موتور؟ تحي رد بالك تعمل حاجة أخرى، رد بالك تدخلوا في المتاهات هذه، ركب كذا وحط كذا، لا لا رد بالكم. عم مختار اتش دي سيكات تربو يزفر، شنو هو الحل؟ الحل ما باش تبدلوا انت والموتور قداش ماشي، وانت ولا ما عندوش حل. مش نقول لك بدلوا، ممكن احتمال يعني ديفو المشكل من السيركوي نتاع الزيت نتاعك انت في وسط الموتور. عم اختار عندي حس في الكهرباء كي ننزل على الامبرياج يتنحى. شنو هي الحكايه؟ هي واقفه كي ننزل على الامبرياج يتنحى، هذيك من البوات. ما مختار عندي كذا به تربوش الزئف، هذاك تربوش كرهبة ديما تخرج دخان أبيض إذا كان مازوت ولا ليسونس، ما نعرفش عليك شنو هذا. باسات بي 5 أني 2003 ماشي 10 40 صب ماشي شنو هذي 10 40 وفي 5000 تنقص ربع لتر باهي عادي عادي، حتى ال 8000 ايترا ايترا نص عادي، ميساش ميساش عادي. عم مختار عندي كان تيربو باهي زعما، عم مختار عندي هو احسن نوع موتور بومب سامبول
ما موتور شنو ما تقصد؟ موتور بومب سامبوش، معناتها موتور بومب سامبون يعني موتور بومب سانس، لا بدل بومب سانس كامل، لا موتور واحد ما يمشيش معاها، راه يمشي جمعتين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة ويطيح. أما اختار عندي في المزفرة دي باي. يرحم والديك، شكرا يا نسان، هاي شوية ورد وبارتاج عاد. أنا مختار مرسيدس مظبوط، فات وين مرسيدس مظبوط، سعيد ساعة نلقى ما في طريف زيت، شوف ثبت، ممكن عندك إذا كان فيها ريفريجيرون، ممكن ريفريجيرون بدا يتعب، كهرباء ديما تخرج دخان، ما قلت لك إذا كان مظبوط وليسون. سي مختار عندي كليو كلاسيك، بدلت لها موتور منذ سنتين، هالمدة ولات تخرج دخان أبيض كي نخلص عليها، فما نقص زيت ولا لا؟ كان فما نقص زيت معناتها من الموتور. شنو الفرق بين كرواتي ستانتال وكرواتي ديستريبيسيون؟ باهي، والله ساعات سؤالات، والله المفروض واحد يعمل عليهم فيديوهات. باهي، الكروا الترناتير هي الكروا البرانيه اللي انت تشوفها بالعين، تدور مع الموتور، وهي تدور تدور نقول انا الترناتير، وتدور والكروا ديستريبيسيون اللي هي تدور ما تشوفهاش انت، اللي هي فيها سنون، نقول نسموها احنا باللغه العاميه شان، هذيك كروا شان نسموها احنا كروا ديستريبيسيون، معناتها هي تعمل ديستريبيسيون بتاع الموتور، فهمت ولا لا؟ كروا الترناتير اللي هي البر، اللي هي جايه البر، تشوفها انت بالعين كي تبدا تدور. الكروات ديستريبيسيون ما تشوفهاش، اللي هي مغطيه، هذيك اللي تعمل الحركه نتاع دوران الموتور والاركام وغيرها. كرهبه ديما تخرج دخان ابيض مازوت. اما اذا تعمل ديمستيك، انت عندك انجكتيرات، عندك مكنه زيت ولا لا؟ ممكن عندك انجكتيرات، يعني مختار نحب ناخذ صغيره باش تنصحني. شنو هي صغيره؟ تاخذ طفله صغيره؟ ابو جمعه شنو هي الصغيره؟ كان باش تاخذ طفله صغيره، شوف خاطبة مع مختار في ميكانيك برك، بس ثلاثة فيها فرشات بوات تلعب وتطيح زيت، هذيك ما قلت لك عليها، هذي شفتوا هذي باين، ميغان كاسكيت، مختار مختار بحب، كان ما تقوليش لا باهية لا خايبة، لأن أنت أنت والسيارة وأنت واللي مشي بيها، موتور واحد رياشة نوض، نوض بالخف، أنا أني بدلت جوان كلاس. مش معناتها تنوض بالخف، مش معناتها تنوض بالخف يعني في ساعة يعني تنوض، يعني ممكن عاملها مانو وانت فما إشكالية، يحطوا في مانو 68 82 68 82، هذاك راهو ما يصلحش بالسيارة بالموتورات، هذاك طيش في الزبلة، حط 75 70، حط 85 80. كليو كلاسيك بدلت لها بومب اهو، ولات ديما شنو هي تو 9، ما فهمتش. تحياتي عم مختار، عندي كهرباء سامبول كي تسخن ترجع الماء في الباس، شوف علاش، علاش شوف علاش تخدم مروحه ولا بك المستقبل كلاس بالك حاجه، لازم شوف علاش ما تخليهاش الدنيا صيف، لا ما فماش نقص زيت، ما فماش نقص زيت معناتها دخان مازوت، على حسب تقريبا انت تحكي على المازوت ولا هذاك دخان مازوت، لازم تصلح تشوف الاشكاليات، تشوف شو منين بالضبط. عم مختار عندي ريشه خارجه، كان في عندي ريشه، عندي رعشة في الخرجة، كان في البريمير أكو كيف تسخن كلام، هذيك عندك البلاتو بدا يتعب، هذاك البلاتو المبرياج أنا عندي عليها، عندي عليه شرح في الشام، هذاك البلاتو بتاع المبرياج بدا يتعب، كهرباء صغيرة عم مختار 206 ولا كليو، تو دورتها كهرباء صغيرة يا أبو جو، الاثنين باهيين يا أبو تكون نظيف وتكون لها ثقه، يعرف هذاك حد لا عمك مختار ولا ميكانيسيان ولا كل حاجه مرة العين ولا غيرك، تشوف ديريكسيون، تشوف فيتاس، هذوك تعرفهم، اما الموتور ما يعطيك عليه حتى واحد اي معلومه، يكذب عليك اللي يقول لك هذا الموتور باهي ولا خايب الا مولاه. عم مختار افضل زيت في بيتو فيات بنتو، خذ ذاك اسمه سيلينا تاع الفيات، هذاك باهي سيلينا تاع الفيات باهي، ولا اي زيت 10 40، عندي فيات جراندي 2015 ماشيه 165000، شريتها عندي مده شهر بتاكل زيت وتيراجها ضعيف على الاخ، بالعكس هي تاكل زيت وتجري اكثر، لان تاكل حاجتين، تاكل بنزين وزيت، تاكل ليسونس وزيت، من عندك حاجتين، عندك الموتور ياكل زيت وعندك البومب ليسونس ضعيف، هذا مزبوط، والا كان تمشي ثلاثين تمشي ضعيف، هذا كيف كيف. المحرك فيه ساعة يفرق، شمعت يفرق يا أقول في كات اس دي، شمعت يفرق
عندي فئة جراندي مونت مع سعيم ولا وقتك كليو كلاسيك ما كتب كلها باقي من الفماش بنزين اما نحيتشتر كاتاليزر بنزين راهو اللي كان البنزين راهو البنزين يعتمد على صوند لامدا، صوند لامدا راهي مهمة بالنسبة لي هو، يزيد 10 خيوط خدم كيف خدمها رونتي مش هكا جاوبناها. هاي وينكم لا بانتاج لا ورد لا قلوب لا شيء وينكم ايش بيكم؟ كان العذاب الطلبة لا يرحم من مات، كان شنو كنت نصب فيكم مادي زيد. كليو كلاسيك بدل ام ما فهم ما هذه كتيبة كلها ما نفهمهاش ما نحبش نقراها لو ساعات نجم نقراها لكن ما نحبش نقراها نحبك تكتب بالفرنسي صافي ولا بالعربي صافي باش نحوها اللغة هذه اللي نفسدوا بها اللغة العربية نفسدوا بها اللغة العربية سلام عندي راه سلام ورحمة الله عندي فورد ترانزيت موديل 2019 1.5 لتر مازوت ديما تخرج لي تشيك نتاع زيت هزيتها نتاع زيت هزيتها يعني ماشي كل فرمة موتور فير دو كومبريسيون في البيستونات كلها ولا في واحدة بركة عندي ديسونس عندي سي 3 شو 80 كيلومتر ب 20 دينار شوف علاش ممكن تلقى عندك الصوند لامدا مش باهي تلقى عندك مشكله فما عندك اشكاليه لازم تصلحها ما تخليهاش ولا تمشي تروح سيلندر كان تمشي تروح سيلندر زاد كيف تعملها علاش جاوب عليه جاوب جاوبت تعليقي يا مختار ارجع تعليقي وجاوبني والله راني انت اصبروا على عمك مختار مش كيكر عم مختار مش ضليع فال شو اسمه هل علاش ما نحبش ندخل في اللايف ونقول هذه لازمني انت انترينا بشوي بشوي وين مش نقاها تعليقك انا جاوبت انت وكان عودت سالتني خير من اللي كلمتي كتبت لي جاوزتني كل شيء مريقل في الموتور ما لا شنو اللي عندك كما دام كل شيء مريقل معناتها كهرباء مريقلة شو معناتها مش حاجة كل شيء مريقل علاش كهرباء توخر في الصعدة كي تقرص على فراء تسكت شنو هو السبب هذه أزمة هذه أزمة عزام ورا سعريان وانت علاش تمشي مشاريع مش مشاريع علاش تمشي مشاريع مساء الخير مساء الخير اش بيك يا حاج مرحبا بك يا 24 عندي يقول في 4 سون سبيسيال منين يوصل تورمينيت ال وين هو تورمينيت ال 15 او 20 يبدا المحرك يرجف ممكن عندك بومب سون ضعيفه يا مروان لازم يكون بومبيسون ضعيفة تعملها بومبيسون ضعيفة تعملها أنا ولا بوبينة حتى عند المور هذيك شبيك يا 124 ما بيا شيء كليو كلاسيك بدلت لها بومب ماء ولات تنقص ماء ما عندهاش علاقة ما عندهاش علاقة نقص الماء راهو عنده علاقة بال أما تضيع لبرا ولا يخرج من الشكمة لكن كده بدلت فما تقصير جتها كان فما تقصير عنده علاقة أما كان مش تقصير ما عندوش علاقة شوف المشكل منين اعمل لك السبيسيال تطلع لك منين هو مش مكياس وعليكم السلام مرحبا نجم نركب عليها تيربو جولف كات شنية جولف كات اس دي نجم نركب عليها تيربو جولف كات باش تركب عليها جولف كات شنو المشكل ما فهمتش بس انا ميز بوان تاع مرسيدس مازوت صومات كات اوه مثل فوام تاع مرسيدس مازوت 24 تحبلوا عزام ورا خليل
في الشان ما عنديش منه. هذا كشوف مع المعتدات لان فيها ريبير وفيها افونس وريتار في الطرمبه وفيها زيرو تي في البوي من لطه، فيه برشا في برشا يعني حرفه مش هكاكه، ما نجمش نفسره بال على الفيديو. يا مروان شو المحرك اللي عندي؟ روح تعدل الفيديو نتاعك، تعدل السؤال نتاعك. سون سبيسيال من 25 اذا المحرك تعمل اذا كان عندك شو اسمه، اذا كان هي مازوت لازم تعمل ديغنوستيك، ممكن يكون عندك انجكتير طايح. محرك الديزل اللي عندي فهمتك، عندي في ثلاثة كيف شحال رقم مانو نتاع المراوح والترموستا. ايه الترموستا خذ لها اذا كانت تلقى 87 92 والمانو خذ لها 80 85 قلت تروى اول ما اوكي سامحني خبتك مش تبيع كرهبتك. نعم مختار بالله عندي رينو ميغان 1.8 دي سي شبيه، تنصحني نبيعها؟ شنو تنصحني بها؟ شنو تبيعها؟ الميغان يعني؟ والله تبيعها عندي انا تخسرها الميغان، يعني لازم تكسب راهو. قول في 4 سنين نجموا نركبوا لها محرك جولف تيربو. لا الاس دي افضل من التيربو يا يوسف، الاس دي افضل، التيربو عنده مشاكل كبيره. خليك في الاس دي خير. برشا يهربين من التيربو انت باش ترجع له. يا يعني مختار عندي رينو تنصحني بيها ما تبيعهاش، كان نظيفه ولا بس عليها خليها روحها خير. غيرت بوجي غيرت رومبا بالنسبه لسي 3 كان يقول باللي انجكتر 3 و4. شنو انجكتر 3 و4 يا مروان؟ اللي هو طبعا اذا كان هما شوف الانجكتر باهي العمليه سهله يا مروان ما فيها شيء. انجكتر 3 و4 نقلهم في بلاصه 1 و2، كان الديفو تنقل معك للواحد واثنين معناتها مشكلة انجكترات كما قالوا لك، كان الديفو قعد في 3 و4 معناتها موتور ما تخلقش روحك. سهل العملية من غير ما تقول تخسر وتشري انجكترات، لا نقلهم. انا مختار عندي بونتو 1.2 سونس، المرحلة تدور كل دقيقة يعني مدة توقف المروحة هو دقيقة واحدة تعاود. لا هذيك تلقى المسافه بين الديبار والوقوف شويه، خذ لها مانو اطول شوي، عندك مثلا خذ 80 87 خذ حاجه اللي هي تكون اطول شوي. اما اختار عندي بونت واحد في ليسونس ما نروح دقيقه باهي مره نكسر واحد ما لعلك ما لعلك موتور ما مشكلتك موتور ما مش مشكلة. مشكلتك موتور بريسيون نتاعو تحت. كروا الالترناتير يعمل في زريت الصباح نبدلو في ساعة ولا نستنى شوية ما فهمش فهمش مختار. لا ما فهمش اختار هو مش مشكلة اختار، ما يعني كان أول فرصة بدلو ما تخليش يكاو يعني أفضل تبدلو. ساعات يبدا المشكلة مش من الكروا، ساعات يبدا المشكلة من التوندرات، ساعات يبدا المشكلة من البولي. شوف روحك أنت وقتاش بدلتها كروا آخر مرة، كان عندها برشا ما بدلتهاش بدلها في أقرب وقت. لشان صغيرة كان ما تطيحش في بلاصتها بالضبط تقدر تدير لي مشكل. نعم طبعا ما هي ما هي اللي بس هي اللي بس هي اللي بس تريق الركامات باش تفهموا مع البيستون، ما كانش يعاود لك السوبر برد برد. سي مختار موتور بيركوس يستخدم؟ لا لا ما تلفزنش سايب عليك، لا ما ننصحكش لو بالاخص عندك دخل عليك سيف. لا حتى ناوي تخدم انا ما انصحش بالخدمه، اما ناوي تخدم خدمه في الشتاء ما تخدمش في الصيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا جورج. سنيك ديك نسكتها بوات تشرن. شوف بدل الزيت، بدل الزيت ما ارزن، خذ 75 80 هكا ما فماش زيت اكثر منه. اما تلقاها ممكن بالك عندك ال اسمه مش من ال اذا كان هي فيها ديبريابل ممكن من الديبريابل مش من النومبرياج، ممكن من الديبريابل يكون ساعات ديبريابل هو اللي يعملها مش ال
جمع بخلاء لا ورد لا بارتاج لا عن شيء. شنو عم مختار نبدل الموتور كليو بومبي كابل؟ تنصحني ايش معناتها تبدل يا اخي؟ عندك مش كابل هو؟ كان عندك مش كابل؟ لا ما يمشيش. مش كيف كيف؟ لازم تبدل كارتا انستالاسيون وبيدال وفيها مشكل. بلي عندي ابي اس ما يمشيش. الميكانيسيان قال لي راهو تصليحها اكثر من نص ملايين، صحيح ولا لا؟ شنو هي كابل؟ شنو هي التوموبيل؟ خاطر الابي اس راه ما يصلحش اولا. ما ننصحك شوف يعني بدل واحد وارتاح كو، ولا خليها بلاش ابي اس ما مخلق شيء. كان ما تحبش بدل الموتور بين الحبد انصحني بدلها نتاعها، رجعها نتاعها، شنو المشكلة؟ هتحكي على الكليو انت؟ كان معش على الكليو انت ولا شنو؟ اي الكليو، يحكي على الكليو. باه الكليو ما اسمه تبدل الموتور وترجع الكارتير نتاعك هكا فيها شيء. وفما موتورات شورت مثلا، كيما انا نبيع موتورات شورت ونبيع موتورات كاملين. الكابتير هذاك اللي هو فيه اكسيلاتير هذاك اللي نقولوا احنا الكور بابيون، ما عندهاش علاقه بالموتور، الموتور هو كله كيف كيف. هذيك فقط اذا كان الوحده نتاعك لابس عليها، هذيك الكور بابيون لابس عليها، بدل الموتور مرتاح. لقيت الراديتير شوفار لك كليو ثلاثة، حطيت بورشون في محل آخر. لا هذاك هو، ما هو شوف جاني والله نفس الشيء، وسألني واحد آخر سؤال هذا. شوف أنت وقت حطيت بورشون كأنك سكرته في الأحمر من داخل، ما فيهش ما فيش علم راهو. مش ما حطيت بورشون تولي تسخن، فما يقول لي ولي تسخن كي حطيت بورشون. لا لا غلط، لأنك أنت ريت في الصيف باش تحطه في الأحمر، كأنك كأنك حطيت بورشون. وفي الشتاء باش تحطه في في الأزرق. في الصيف استغفر الله باش تحطه في الازرق كانك سكرت بوشون. في الشتاء باش تحطه في الاحمر كانك حليته السخن. يعني بوشون والا روبيني من داخل كيف كيف، مش ما فيش حتى فرق، ما عندوش علاقه راهو الشوفار، ما عندوش علاقه لا بالحراره نتاع الموتور ولا بالبروده. والوسائل اذا كانت حاجه نظيفه على الشاشه شو المشكله؟ خذ على روحك. سيف المغرب السلام عليكم، عندي كيا سبكترا لجم وينكم يا ابو خلام؟ فماش لا ورد لا قلوب لا شيء. عم اختار فونتو غيرت لها منو نفس المشكلة. مش معناتها غيرت لها منو نفس المشكلة، فماش حاجة غيرت لها منو نفس المشكلة، فما سبب لازم تفهم علاش. مش هكاك، مش فلاح. كليو بلوكها مسوس، نبدل موتور ولا نصلح؟ لا 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 رد بالك انت، بلوك الكليو ما هو فونت، مش تصلح. مو عندي زاد هكاك واحد زاد مشى صلح وريقل وبدل جوان كلاس، خسر عليه 800 دينار وبعث لي جاب بدلت له موتور. لا سيب عليك، نلقى زيت مدسم لكاش كيلومتر نعاود ديجما ولا على الكاش. لا هو لك اذا كان عندك الرغوه هذيك كيما نقولوا احنا كيما القهوه حليب هذيك كيما الزبده هذيك عاديه ما تخافش منها، هذيك تو تنحى. اما اذا كان عندك معها تولي مشكله. عم مختار عندي بولو اربعه فيها غطه انا اكسلير لي وهي تغط، هذيك بومبيسونس، هذيك 100% بومبيسونس، تمشي تبدلها ترمبط بنزينه كامله، ما تبدلش الموتور برك، بدلنا الموتور برك ما يمشيش معاه بولو. عم اختار بشو مره طرشق وما شلقتش بيه، فماش حل اخر وزيد من اللي ركبته طلع السخانه وفي ساعه يطيح. ما دام عندك بشو طرشق فما عندك بسيون في الماء، ما دام عندك بسيون في الماء تطيح السخانه، فهمتني؟ ما دام عندك بسيون في الماء تطيح السخانه زايد من غير ما تخلق روحك. فما حاجة عندك في ال... السلام عليكم. وعليكم السلام. مد الحارس تصبر الكهرباء عاش بالضبط. شو بالضبط طه؟ مرحبا بك يا طه، وينك بخلتي؟
سلام، وينك مخالف؟ سليم، لاباس مرحبا بك، الحمد دار لله، البركة. عايش مرحبا بك. لاباس. استنى فيك باش لا تعلق وينك؟ شوية على كل بخير. الدروس بتاع الميكانيك، صلحنا الدروس بتاع الميكانيك شوية. بتاعك أنت؟ لا بتاعك أنت؟ قريب فيه بعض. لا انا يا ما عم، شفت تعمقش برشا إيه معك، تو شفت، أنا عمل طلع، شفت آخر مرة تو نعمل طلع. يا مالك أنت ما ما مش طول حبيتش شو اتعمق، فيه؟ مازال باش عادي السيركوي بتاع الزيت، كان تحب اعمل عليه درس أي على الزيت بتاع كيفاش من يا بامبا اسمع ويل يا يطلع يعمل السيركوي اسمعني شو بتاع لو في البريكان والواحد. اسمعني اسمعني شوف وقت تحب، شوف وقت تحب تطلع ايه تو نطلع معك نجاوب انا بلاصتك، شوف وقت السيركوي بتاع تساعدك الزيت، واللي تو ونعاود السيركوي بتاع الماء بتاع السخانه تاع خاطر وقيت. ونحب نعطي معلومه باهيه اي مختار على الجماعه اللي ينحوا في الترموستات من الكهرباء، معناها الكونستركتور تو اللي وين صنع بعدين الكهرباء عمل لها ترموستات، اي خاطر يزيد في الكونسوماسيون، فما حاجه ما اي يعرفوهاش باللي يزيد في الكونسوماسيون. ما هي لا هم ما يبدا يعاني ساعات في الرونتي وستارتر ما يخدمش وكله مش اي كنتوا غادي اي اي هذاك هذاك والله ديما انا نعاني فيهم والكونسوماسيون هاي ديما ننصح فيهم يا طه. هاي لا يا طه ابو خالتي الترموستات عنده في التيك توك عنده يعلم في انه توكل يعني يعلم في هاي الامور بتاع القرية وكفى يسمع السياحه جميع وبتاع الأصناف. كله. هاي هاي يا مختار أكل وما حط له في جميع تقريبا الأصناف. عندي العائله كامله كلها عملنا برميات عنده هو ما شاء الله عليه هاي يعني، وهذا من يعني من قدماء نوتوكول يعرفون ايش كنت تعرف تصير أربعة معهم وأربعين سنة مختار، 44 سنة ما شاء الله ما شاء الله. عمر زوز رجال اي أصيل السبعين من مستحيل. السبعينات من السبعينات هاي 78 79 ما شاء الله مدريد الفكرة هذه هاي اسمعني تو نعمل برنامج خاطر في الميكانيك فما أربعة ولا خمس حاجات اللي كنا نعم رعتيتهم حتى على البرتغال تولي فارغ فوق القربة ياكل ايتر ايسونس في 100 اي كيلومتر، يعمل فواياج بالباجاج يابس ياكلها 10 11000 حق البياج بتاع اي الاوتوروت، بالضبط ياكل اي في الهواء بالباجاج هكاك عنده اي عنده عنده اي قيمه عنده كبيره. قيمة اي هاي اي الحصيله وعندك على زاد فكرة الماو هذا بالبشاف. تتصور انت تصور مرة وقتها نخدم انا في دار بيجو وفما هاي ديفو حاروا فيه، هاي قال لي المعلم قال لي المعلم برا جربها، مشي جربتها في فيتاس معين يولي يصفر كي الطيارة هاي 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 كأنه أعطيك حاجة أخرى، في بوتا فيتاس عندك حاجة أخرى مختار زاد عندك في لافون ترانك اللونجل دو شاس واللونجل الواحد العجيلي كيما ناي قالوا مثلا انكلين شوية على اليمين وعلى اليسار، برشا يعملوا ناي باراليزم يعملوا ليبراج وما يشوفوش لونجل دو شاس طايح على اليمين وعلى اليسار، البنوات نتاعهم ولوا يتاكلوا على اليمين وعلى اليسار. هذاك زاد ناي كي هذاك تويتي يموت كي تحل نقولوا احنا لافون ترانك تاع الكهرباء وريهولهم. تلحس على جنب نقولوا احنا اي تلحس على جنب وفي الدورة تولي ناي زفر، وفي الدورة تولي تزفر. هي لك ما هذوك ساعات يعملوا فيها بالعاني باش اي الشباب باش تبدا الكنبه تزفر باش الكنبه تبدا تزفر. اي خليك مختار ربي يعينك. اي مساج مرحبا بك يا طه كل وقت اي باش نمشي هكا بالبكري عندي البنيه باش تروح باش نمشي نودعهم والكل. اي باهي ان شاء الله ربي يوصل بالسلامه سلم سلام عليها عليهم زكية وعلى الجماعة يا ابله عايش 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 طه. أيوة من الولاد نجم يشتري بولوسيس مظبوط تنجح إذا كان خالد من التاكسي شو تعمل موتور فيكو سي 11 ميكانيك شو بيه الباقي هذا كمان نعرفش نقرا هنا تيراج فيات جراندي 2015 ضعيف على الخاطر ترومبا قصها طلعت ثلاثة بس ما تقاسوش ترومبا تكذبوا عليكم ترومبا ما تتقاسش ترومبا باش تعرفها بدل واحدة أخرى كاملة وجرب باش تعرفها أما باش تقول لي قستها ثلاثة بار ولا 10 بار ولا 4 بار لا راهي ما تتقاسش تحب تقيسها لازم تخليها تحت البريسيون 24 24 ساعة تخليها تحت الماكينة نتاع البريسيون تطل عليها الصباح تلاقيها تحت ولا كيما عجله تتفش بعد شهر ما تفش في ساعه هكاك تيراج فيها
ماشي والله تاكسي بعد ما عمل موديفيكاسيون الله اعلم انت اصلا مولاه اللي بيشبهها لك راني عم اختار كليو 4 ديناميك موتور سامبول هي واقفه فيها رعشه بدلت بوجيات فلتروات وما زالت هي نجم يكون عندك سباب فيهم مشكله السباب هذوك بالنسبه انت انت اذا كان عندك عمل ديموسيك خاطر شالك تشيك عمل ديموسيك اذا كان قال لك اسمه هو الله محمد رسول الله بالسوراتي معناتها سباب رب ربي جاوبني مختار عارف نجاوبك يا مدريد اعطيني كليو كلاسيك هذاك اللي نعرف نقرا والباقي ما نعرفش نقرا موتور جولف 3 مازوت شبيه نحب نشري من عند من عندنا لا انا ما نبيعش اللي بيكون ما نبيعش لا ما عنديش عندي تقربيع في ما بين الفولو وكليمير هذاك الباق نتاع نتاع الفولو الباق نتاع كولون نتاع الفولو هذاك كولون هذيك معناها ما ينجمش يكون مشكلة تاع كاتاليزر خلينا نرجع نشوف السؤال نتاعك شنو ولا بلاني خاطر ما نجمش شد انا ريني. ما عرفتوش شو علاش السؤال الاولاني لازم نفهم السؤال الاولاني مدريد يا مدريد يا مدريد مدريد بربي عليهم انا مختار ما فهمتش عندي تقريبا بين معناها نجمش يكون مشكلة نتاع الكاتاليزر به اختار اعطيني حل سيترو ايسونس شبيه اختار البونتو مروحة تدور كل دقيقة ما انا قلت لك بدل مانو بدل مانو يكون المسافة بيناتهم اطول يعني اعمل 80 87 او 90 اعمل مسافة باش تاخذ وقت باش توقف باش ما تطفاش ما تخدمش تسكت في ساعة عم اختار مروحة دور كل دقيقة غيرت المانو وتر مستوى حرارة المحرك 90 ما تزيدش حرارة 90 ما تزيدش باهية حرارة 90 باهية الأسعار الأسعار ما عنديش وال فيات جراندي جراندي انت عطون بديسون سميها يا راني عاودي كل شيء يا ولدي راني ما نجمش نشد في مخي لان ما شاء الله سؤالات برشا ما نجمش نعرف اللي هو هذا ولا هذا راهو الجعبة نجم نشدها حتى يبدا باين الحس حتى كي نشدها يقص الحس هذه كي ما قلت لك ما الباق في الجعبة هي ما الباق وين الباق في وسط الجعبة اش قلت لك انا الباق نتاع البونون ما يفوتش الجعبة الباقي دي باق واحد من فوق واحد من الارض ولا في الوسط ساعات هلا غالبا ما يديش نعمل اكترابل انا ما زلت انا لاني ما زلت انا حب ما حبيت وقت حليت اللايف هيك مباشره حبيت نعمل هيك يبدو سري هيك على جنب وانا هيك على جنب نجاوب ولا حاجه ما فهمتهاش كيفاش نجي انا تو بشوي بشوي تو نترين عليها انا مختار عندي كليو تيراجها ضعيف ما تفوتش 110 في الكيس شوف علاش انت علاش تيراجها ضعيف ما عندك اسباب اسباب فما برشا اسباب فما بومب ايسونس فما تبدا تمشي تولع سيلندر ولا حاجه برشا اسباب عم اختار كيف نخدم كليماتيزر باش نلقى الماء راديتر نقص يمكن تسخن السياره ولا الماء يقص لان اساسا تسخن السياره ولا الماء يفور معناتها عندك مشكله نتاع ماء عم اختار كيف نخدم الكليماتيزر ما لازمش خاطر ما عندوش علاقه الماء نتاع الكليماتيزر بالماء راديتر ما عندهمش علاقه بعض على بعضهم بربي فماش 1.5 سي لا ما نجاوبش على الحاجات هذيك يا محمد يا محمود كلم الحانوت 22 250 848 22 250 848 اللي حب على قطعه يكلم المحل كليو كلاسيك نبدلها موتور الاصلي ولا شيبي هي كان فيها شيبي اذا كان رجعنا خلي اللي كان فيها اللي يكون ما تقولش تتفلسف رجعنا خلي اللي كان فيها كان شريتها بالشيبي خاطر شيبي كانت تتصلح الباقي هذه ولا لا لكن مشكلتي تو انا عاود لي اشترى السؤال والباقي الباقي انا نسيته ما ريتوش موتور جولف 3 مازوت عملت سيجمونات كل مره ديريت يتفلق من بلاصه كرهبه تسخن يا
يا ودي علاش نقول لكم مثلا ما تخدموش الموتورات؟ راهم ما ينجحوش، راهم كي لاس تلقاه تعب مسكين، يقول في تروح شوف قداش عمره، تلقى كي لاس ما ساو با، تلقى البلوك مشقوق. ما عرفت انا ما نحبكمش تخسروا، انا مش نحبك تبدل، ما نحبكش تخسر. انا سياره نو سامبون سنه 2009 1.6 سيت فالف، تركتها انا مده يومين وعند تشغيل لا توجد كهرباء. يعني ممكن ينجم يكون حتى روريت مره صارت لنا فار دخل في وسط الكهرباء وقطع الخيوط. يعملها راه لازم تفهم علاش، فما حاجه او فيشه او فيشه يعني عملت الميديتي، لازم تشوفها علاش. تيراج فيات جراندي ضعيف، ترومبا عطات ما ترومبا ما تتقاسش، ترومبا ما تتقاسش. بالنسبه للسيتروا غيرت بوجي لي بومب اسونس، باقي شيء 80 20 دينار 80 كيلومتر. شو ما عندها اللي البومب اسونس ما عندها دخل صعب الكونسوماسيون، هذه نحطها في مخك. البوجيات اي، فلتر هواء اي، الامبرياج اذا كان الكهرباء فاشله في الثنيه تعملها، اذا كانك انت غيرت بومب اسونس موتور بركه تعملها، لازم تغيرها كامله خاطر الموتور ولي مغسول يمشي مرتاح، لازم يمشي مرتاح. سياره رينو سامبول سنه، هذا كان نفس الشيء، هو نفس السؤال. تيراج عندي راهو تخرج زيت من لاجوج من جوان كاش، اذا كان انداء فقط اما يوصل لقطر برا عندك مشكله لازم تصلحه. اذا كان الزيت يخرج من الكاش جوان كاش، اذا كان انداء فقط تشوف فيه مندي هذاك عادي ما تخافش منه. الشراء والبيع راني ما نجاوبش عليه، اشتري على روحك وبعد روحك، خاطر الشراء والبيع لها علاقة بالسيد اللي باش يبيع لك، وانت بفلوسك اللي باش تشري بها، مش تحب تشري مثلا كرهبة تعمل 50 مليون تحب تشريها ب 20، لا، كي تشريها ب 20 باش تخسر 30 باش تولي كرهبة 50. ديسكومبراج في جديد خير ولا اوكازيون عم مختار في برلينغو؟ والله اذا كان تلقى في الاوكازيون حاجه نظيفه ما يسالش، خاطر الاوكازيون ما دوريجين، ما كانش لازمك بسيب عليك باش تشري بجديد في البالي ولا في ولا في الوحد ولا في الليك عادي. هاي.